أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم لافتتاح متحف دائرة البريد تاريخ وتوثيق في مبنى البريد الواقع بمنطقة باب البحرين، التي تعد بمثابة متحف يسرد تاريخ الخدمات البريدية في مملكة البحرين وتطورها. وقد قام سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة بجولة في أقسام المتحف، استمع خلالها من معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار إلى شرح لما تضمنه دائرة البريد من معروضات ومحفوظات إرشيفية قيمة ترصد تاريخ مملكة البحرين العريق في مجال خدمات البريد. وخلال الجولة أشاد سموه بدائرة البريد وما تمثله من أهمية في توثيق جانب مهم من التاريخ الثقافي والاجتماعي للبحرين وتعريف الأجيال الجديدة بمدى عراقة تاريخ المملكة في مجال البريد والذي يعود إلى أواخر القرن 19. وأكد سموه اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمملكة البحرين وتوثيقه واستثمار ما تنفرد به المملكة من مخزون تاريخي وتراثي في جذب وتنشيط الحركة السياحية. وأثنى سموه على جهود هيئة البحرين للثقافة والتراث في إحياء وتجديد مبنى البريد في منطقة باب البحرين وجعله متحفاً ذي طابع خاص يتحدث عن تاريخ البريد في البحرين وذاكرة طوابع البريد التي تؤرخ لمختلف المراحل والأحداث التاريخية المهمة التي مرت على مملكة البحرين، معربا سموه عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة وكل القائمين على هذا الصرح الثقافي الذي يشكل معلما مهما في تاريخ البحرين. من جانبها عبرت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار عن جزيل شكرها وامتنانها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتفضله برعاية متحف دائرة البريد تاريخ وتوثيق، مشيدة معاليها بمواقف سموه الداعمة للحراك الثقافي في البحرين والراعية لمشاريع البنية التحتية الثقافية. كما شكرت معاليها سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح دائرة البريد نيابة عن راعي الحفل. اليوم مع افتتاح دائرة البريد وتوظيف المبنى القديم العريق ليحفظ ذاكرة هذا المكان وليؤكد أن هذه المنطقة الغنية العريقة المنامة بمبانيها ببوابتها الجميلة بأسواقها بكل ما تحفل به من تاريخ تستحق أن تكون موقعا يزار. مجدد الشكر وخالص تقدير للرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر، وشكر موصول إلى صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة لتشريفه لنا في هذه الزيارة الكريمة لهذا الموقع الجديد الذي يضاف إلى المواقع التي ستكون ضمن البحرين وجهتك حين نتجه لزائر البحرين لكي يتعرف على معالمها وتاريخها وكل ما يميز أرضها.